بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مايل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح على الطرق، وكمان نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وده على السواحل الشمالية الغربية. تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة بتنضم على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ونقول صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا عن حالة الجو النهاردة. طبعا احنا اليوم هنبدأ نشهد استقرار في الأحوال الجوية، هتبدأ التوزيعات الضغطية تختلف عن الأيام الماضية، نبدأ نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتلاشي تام لفرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية. مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس هنحس بالارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، وهو هيكون ارتفاع بحوالي من درجة لدرجتين عن الأيام الماضية. العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع تكون خلال فترة النهار 25 درجة مئوية، يعني أجواء معتدلة خلال فترة النهار على المناطق الشمالية، سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. أجواء مائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، هنحس بالأجواء المائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. بالإضافة كمان مع الاستقرار في الأحوال الجوية، بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي وجود الشبورة المائية اللي بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، يمكن هتكون بقى كثيفة على بعض المناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. ودايما مع تكون الشبورة المائية بيكون في الساعات المتأخرة من الليل، يعني تقريبا الساعة 3-4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس. بالإضافة كمان خلال فترات النهار مع وجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، هيكون في بعض الأتربة العالقة في سماء القاهرة الكبرى، محافظات مدن القناة والوجه البحري وشمال الصعيد. الأتربة العالقة ديت زي الشوائب العالقة أو تعتبر زي الشبورة المائية، لكن بتبقى خلال فترات النهار ونسب الرطوبة فيها مختلفة، ممكن تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. بالنسبة لنشاط رياح، ونشاط رياح هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد على طبعا السلوم، يعني باقي مناطق الجمهورية مش هتتأثر بنشاط رياح المثير للرمال والأتربة. الاستقرار في الأحوال الجوية ده متوقع إن شاء الله يكمل معانا لمنتصف الأسبوع القادم. متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى هيكون ما بين 25 و26 درجة مئوية، مع استمرار طبعا تكون الشبورة المائية. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف المحافظات. نبدأ بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 25-16، اسكندرية 25-15، العلمين الجديدة 25-15، مطروح 27-15، دمياط 24-15، بورسعيد 24-14، إسماعيلية 24-13، السويس العظمى فيها 24 والصغرى 14، العريش 24-14، كاترين 18-8، طابة 25-15، حلايب 23-19، شلاتين 27-21، شرم الشيخ 27-21، والغردقة 26-20. الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 14، بني سويف 25-13، الوادي الجديد 26-12، أسيوط 25-13، سوهاج 26-14، قنا 26-16، الأقصر 27-15، وأخيرا أسوان العظمى 27 والصغرى 16. ودلوقتي نرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت، نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا نايبي.